شبيبه وكتله وياسر، شبيبه وكتله وياسر، طب بهجرك طلع نار، طب بهجرك طلع نار، بدنا نسكت هالقرار، بدنا نسكت هالقرار، ارجع الحق بايدينا، ارجع الحق بايدينا، بالنجاح الانتصار، ما بدنا ايبر تخدير. هذه الوقفة اليوم مؤطرة بالكتل الطلابية جميعا، جئنا اليوم نرفض قرار إدارة الجامعة بتأجيل الانتخابات الدورية التي من المفترض أن تأخذ سنوية حسب قانون دستور جامعة النجاح الوطنية. جاءت هذه الوقفة اليوم بعد تأجيل إدارة جامعة النجاح للاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد اليوم الساعة 12:00. ماطلت إدارة جامعة النجاح من جديد، ماطلت إدارة جامعة النجاح بعقد الاجتماع مع الكتل الطلابية جميعا، وقام تأجيل اللقاء إلى الساعة 3:00. طبعا هذه من إبر التخدير، وهذا من إجراءات المماطلة التي تقوم بها إدارة جامعة النجاح مع باقي الكتل الطلابية. الجامعة تماطل في الانتخابات بشكل كبير من شهر 9 إلى اليوم، الجامعة تماطل بالانتخابات، وهذا حقنا كطلبة، حقنا ككتل طلابية في الانتخابات، وحقنا بننتزع انتزاع منطلبوش مطالبة من جامعة النجاح ومن إدارة جامعة النجاح. اليوم كانت وقفة بالشراكة مع جميع الكتل الطلابية بخصوص موضوع الانتخابات الذي حدد هذا الفصل، لكن إدارة جامعة النجاح تريد المماطلة وتريد تمديد الفصل على حساب الطالب، يعني الطالب له 10 15 يوم 20 يوم إجازة، جامعة النجاح بدها تمدد علشان تعطي انتخابات. لكن احنا بنرفض هذا الاشي، انه الطالب لازم ياخذ حقه، لانه في طلاب بدها تسافر، في طلاب بدها ترتاح، هاي عطل بين الفصلين، احنا ما بناخذها من الطلاب، الطالب بده حقه. طبعا احنا بالشراكة مع جميع الكتل الطلابية بنطالب فيها الانتخابات بموعدها في هذا الفصل، لكن نرفض انه تمديد الفصل على حساب الطالب، لانه احنا مع الطالب.